أزول. الأخوات والإخوان، غادي سنبدأ هذه المناقشة حول التنوع الثقافي. الدارجة غادي ثاني نقاش آخر ثاني. التنوع الثقافي، مناقشتنا غتكون حول التنوع الثقافي، وضعية الثقافة الأمازيغية بهولندا. اللي غيشاركوا فيها الأخ الحسين مجاهد، اللي هو الكاتب العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والسي عبد الله بوصوف، عفوا، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، السي عبد المجيد القدوري، أستاذ جامعي بكلية الآداب بالرباط، وسابقا عميد كلية الآداب بالدار البيضاء بنمسيك، والأستاذ عبد الرحمن العيساتي، خبير في اللغة والثقافة الأمازيغيتين. الدارجة أعتقد من التوافقات الذكية يعني للثقافة المغربية بكل مكوناتها، وهذه فريدة من نوعها، ما كانش في بلدان أخرى. إذن هذا واحد التوافق ذكي للمغاربة كي يبدعوا في هذه التوافقات الذكية. فاحنا أعتقد في هذا المضمار خصنا نمشيو في إطار هذه التوافقات الذكية. اللغة يعني الأمازيغية، يعني ثمازيغت تعريفيش تسوسيش تشرحيش، ماشي ذو حرص يتعبان الثقافة الأمازيغية، لأن الثقافة أكبر زي اللغة، الثقافة أكبر من اللغة. فالأمازيغية يعبر عنها بلغات عالمية مختلفة، عبر عنها الأمازيغ وعبر عنها العرب. العرب من كتب باللغة العربية لا يعني أنه يكتب انطلاقا من الثقافة العربية، ولكن كثيرا ممن كتب باللغة العربية بمضامين ثقافية أمازيغية. مختار السوسي في طر المعسول ديالو كتب يعني انطلاقا من ثقافة أمازيغية، بول باسكون كتب بالفرنسية انطلاقا من ثقافة أمازيغية، الأمريكيين كتبوا باللغة الإنجليزية انطلاقا من ثقافة أمازيغية، الفرنس يعني الإسبان يعني وشعوب أخرى كتبوا انطلاقا من ثقافة أمازيغية. وانتم في هولندا عبد القادر بن علي ولا صاحب كتاب يما كتبوا باللغة هولندية ولكن من بنظامنا ثقافية أمازيغية. إذن الثقافة الأمازيغية تتجاوز اللغة، ليست مشكلة لغة، تتجاوز اللغة. إذن كل واحد كيعبر عليها، ولهذا بالنسبة لنا المغرب من كنقول الثقافة الأمازيغية تشمل الكل. الثقافة المغربية هي ثقافة في جوارها ثقافة أمازيغية، ولو عبر عنها بلغة عربية أصيلة فصيحة. إذا خذينا الكسكس ما عندوش مقابل في المطبخ العربي، ولكن كتب عنه باللغة العربية ما لا يحصى. كل المطبخ المغربي كتب عنه باللغة العربية ولكن محتوياته ومضامينه أمازيغية، باعتبار أن المطبخ المغربي يتميز عن باقي المطابخ في الدول العربية كلها، ما عندوش مثيل، هو أمازيغي. اللباس ديالنا الجلباب اللي كنهضروا به الجلباب باللغة العربية ما كاينش حتى في شي بلد عربي، ولكن نعبر عنه بلغة عربية ولكن هو أمازيغي. فبالتالي الثقافة المغربية اليوم الطابع الغالب فيها أمازيغي، إضافة إلى مكونات أخرى اللي غنات هذه الثقافة الأمازيغية من الرومانية، الثقافة الرومانية ولا قبل اليهودية ولا العربية والإسلامية ولا الأوروبية فيما بعد. يعني إحنا عندنا واحد العدد المرادفات ديالنا في اللغة الأمازيغية الريفية بالإسبانية، وربما عند الآخرين أيضا بلغة أخرى. لنعتقد الثقافة الأمازيغية ما ميزها عبر التاريخ هي قدرتها على الأخذ والعطاء، أنها قادرة على الاندماج وعلى الاستيعاب. فاستوعبت الثقافة العربية الإسلامية ولو بقت يعني مختلف، يعني ما نذكروش اليوسي، ما نذكروش ابن خلدون اللي الكتاب ديالو هو نوع من 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 يعني من نقولها بالفرنسية روندر اوماج،
يعني تكريم للبربر، وكتبوا باللغة العربية، وربما الناس كيعرفوا عبر باللغة العربية باش يكرم البربر، عبر عن ثقافة عربية. ما نساوش الثقافة الأمازيغية والمساهمة ديالها في الأندلس، يعني واحد العدد ديال الأشياء اللي كتبوها الناس، كتب موجودة متخصصة يعني لهذا اليوسي معروف، يعني كل الناس كتعرف أن من البربر من كتب أيضا بلغة أخرى، من الأباطرة من كتب بلغة يونانية. إذن اللغة العربية عندها قدرة على الاستيعاب، كتستعب الثقافة الوافدة وكتصرها وكتصبح من الروافد ديالها، ولكن أيضا عندها قدرة على الاندماج، عندها قدرة على الاندماج، بحال أن اللي هنا في هولندا كيعبروا على الثقافة الأمازيغية بلغة هولندية، ولا في إسبانيا كيعبروا على الثقافة الأمازيغية بلغة إسبانية، ولا في ألمانيا. إذن عندها قدرة على الاندماج. البربر يعني عندما بايعوا إدريس الأول، يعني ماشي قضية لا دينية ولا شيء آخر، قضية سياسية بحتة، باعتبار أن القبائل كانت تبحث عن يعني قائد حيادي، فكان ندير واحد ماشي منا ما عندوش واحد يعني أرضية قبلية باش يكون حيادي ضمن الحياد ديالو. ولكن ما نساوش أن البربر حكموا أسر بربرية، حكمت الإمبراطورية الرومانية أيضا، قال هذا سيفير يعني من 193 حتى 245، يعني 40 سنة أسرة سيفير اللي هي من ليبيا بربرية بطبيعة الحال، حكمت الإمبراطورية الرومانية، وكان الإمبراطور روماني كبير معروف فيها وهو من البربر. إذن الثقافة الأمازيغية من خصائصها الأساسية الأخذ والعطاء، الاستيعاب والاندماج. فبالتالي يعني اليوم احنا كيف هذه الثقافة خصها تساهم بطبيعة الحال. إذا تحدثنا عن المغرب، أنا ما غاديش ندخل في المضامين الدستورية وكذا، لأن بغيت نبقى في هذا الإطار الثقافي. هنا في هولندا أن الثقافة الأمازيغية وهذه التظاهرة ديال اليوم ممكن تكون قيمة، كيفاش نجعلوا من الأمازيغية قيمة مضافة، يعني الثقافة المجتمعية السائدة، باعتبار أنا قلت في صباح الثقافة الأمازيغية من الثقافة الأساسية، العنصر ديال المرأة يلعب دور مهم جدا، إن ثقافة أيضا تحملها المرأة في جميع المراحل ديالها. يعني إذا ذكرنا زينب النفزاوية اللي كانت زوجة ديال يوسف بن التشافين، ولكن كانت المستشارة السياسية، ما نساوش البعد هذا، مستشارة سياسية ليوسف بن التشافين. وللذكر أن يوسف بن التشافين هرب من مراكش، ابنها هدية لزينب النفزاوية، يعني باش تشوفوا عند البربر يعني القدر الحب والمكانة ديالو أيضا، لأن احنا كنذكروا بزاف تاج محل اللي تبنى عربون للحب، مدينة مراكش ابنها يوسف بن التشافين عربون حب لزينب النفزاوية. هذا أيضا من القيم الإنسانية اللي موجودة في الثقافة الأمازيغية، الحب كنذكروش بزاف. نذكروا يعني واحد العداد حتى العائشة، يعني ما يسمى عائشة قنديشة اللي كانت يعني نقولوا احنا كتمارس الجهاد البحري، معروفة كانت حاكمة تطوان، معروفة كانت أسطورة اللي كتحضرش، ولكن كانت حقيقية يعني في منطقة الشمال، رعبت الأساطيل البرتغالية والإسبانية. فيعني ثقافة غنية، ثقافة يعني فيها الرجل والمرأة، ثقافة فيها الآخر، ذكرناهم رومان اليهود، يعني إذا شفنا اليهود كيفاش كانوا كيلبسوا اللباس الأمازيغي وكذا وكذا، كأنهم أمازيغ ولكن عندهم ديانة يهودية، كيتحدثوا بالأمازيغية، عندهم ديانة يهودية، يعني الاعتراف بالآخر، يعني احترام الآخر. العرب أيضا عندما أتوا بثقافة عربية ولو أنهم أتوا بديانة أخرى لاقوا الاحترام والتقدير إلى آخره. إذن الثقافة الأمازيغية خاصة، أنا بغيت نركز على هذه الخاصية باش ما ندخلوش يعني في تشنجات. أعتقد الثقافة مش نخدموها، خصنا نوسع النطاق، ما نحصروش في مشكل لغوي ولا مشكل سياسي. أن الثقافة الأمازيغية نوضعها في إطار حضاري، ثقافة إنسانية قادرة أن تساهم اليوم في البناء الإنساني بالمضامين ديالها، ديال حقوق الإنسان، ديال احترام المرأة، احترام الآخر، احترام التنوع والتعدد، وخاصة الإبداع والابتكار.
هذه الميزات الثقافة الأمازيغية، الإبداع والابتكار. إذن بهذا الإبداع نستطع نساهمه في هذا المجتمع الهولندي والأوروبي اللي هو في أمس الحاجة. بلا ما نهضروا على الأبعاد التضامنية في الثقافة الأمازيغية، هذه تويزة اللي كنذكروا عليها الآن، تويزة ما أحوج المجتمعات، المجتمع هنا في هولندا ولا في الغرب ولا في العالم، إلى هذا البعد التضامني الإنساني، ما أحوجنا إليه. هذا تويزة تعبير عن هذا التضامن للناس كانوا كيقوموا به مع بعضياتهم. فلازم هذا يعني الأبعاد الثقافية الأساسية اللي كما قلت تصلح يعني الإنسانية بصفة عامة اللي خصنا نشتغلوا عليها. إذن في مازيغت ودبو قضية نتيرة نغذي اللغة فقط، قضية المضامين، قضية التاريخ، نهار وين وريوالو. يعني نش صور غاك يومسا، ولكن نش من يوذان يغلب حثام زواخ النكور، النكور تغط إمارة. نهار نصور ذي المغرب خلال المذهب المالكي، يعني نتحدث عن المذهب المالكي، إمارة النكور أول من دخلت المذهب المالكي إلى المغرب، إمارة بربرية أمازيغية في تمسامان. صالح الحمياري كان كيدرس في المدينة المنورة. إذن هذه الوسطية اللي كتحظى بها الآن الثقافة المغربية، احترام الآخرين، أن الأمازيغ يعني هما الأصل فيها، هذا الاستقرار اللي كيعرفوا الآن المغرب من هذا النوع ديالني، الأمازيغ هما الأصل فيه. إذن خصنا نعرفوا هذه المساهمات ديالنا الحضارية التاريخية الثقافية العلمية. عبد العزيز بن عبد الله في واحد الكتاب ديالو كيهضر على يرمواس، تعرفوا كلهم ثلاثة يرمواس، على أن في القرن التاسع عشر في المسجد كانت تدرس تما الرياضيات الماتيماتيك. إذن هذه هي الأمور اللي خصنا نعرفوها يعني الثقافة الأمازيغية. يعني استسمح من السيد الرئيس، راه خديت أكثر من الوقت ديالو، سمح مان غايث ما ديس مان السيور كتازير وقت أنا يتوخصن. فشكرا. شكرا. أولا مدى أشكر كنشكر الجمعية اللي عاود جمعتنا في هذا المقام هذا للإدلاء بدلونا كمغاربة في هذا السياق، يعني في هذا الظرف، الظرف الحساس الذي كتجتاز فيه البلاد ديالنا واحد المرحلة ديال النهوض وديال الصحوة، ماشي غير سياسية ولكن ثقافية. وبالنسبة للموضوع اللي كيهمنا الدرجة الأولى، يعني الأمازيغية والثقافة الأمازيغية في المهجر كيف قال السي بوصوف، لابد من إدخالها في السياق ديالها. السياق اليوم هو يأتي جاء مورا 40 أو 50 سنة من النضال من أجل أن تتبوأ هذه الثقافة المكانة ديالها في النسيج الثقافي، في النسيج السياسي، في النسيج التنموي، إلى جانب المكونات الأخرى. دستور 2011 هو السياق الجديد الذي قطع مع مرحلة سابقة، جاء بتحديد ما قالها سي بوسو، وهو تحديد مكونات الهوية المغربية، الهوية الثقافية. تنزيل ديال هذا الدستور هذا هو الذي يعني يسائلنا اليوم، ماذا أشنو وجدنا، أشنو غنمكن نوجدو لهاد المرحلة هذه. و في علمكم أن المغرب بعد في العهد الجديد من 2001 نقلة نوعية بحيث مأسس أولا مرحليا مأسس هذا الاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغ، بعد ما كانت مبعدة عني، كانت معاشة معيشة يمارس الجميع هذه الثقافات، تتمارس في اللغة في الحياة اليومية، ولكن كانت مغيبة من المؤسسات. فأول التجربة ديال مؤسسات هذه اللغة هي في 2001-2003 إلى الآن، كان بإنشاء مؤسسة تهتم بهذا يعني بهذا اللغة والثقافة الأمازيغية، وتبتحث فيها وتخصص لها واحد الإمكانيات للنهوض بها. كانت هذه الإرسالية كانت جات في واحد العهد، سياق وطني لابد نعرفه، سياق جاء فيه ماشي غير هاد الإنجاز هذا، ولكن كان فيه مجموعة ديال الإنجازات اللي كانت فيها جملة من المصالحات مع التاريخ، مصالحة مع وضعية المرأة وحقوق الإنسان، جبر الضرر. وكان هاد مؤسسة اللغة والثقافة الأمازيغيتين تهما من باب جبر الضرر الثقافي في هذا السياق. فبعد 10 سنوات جاء الدستور الجديد،
أعطاها يعني نص على أنه لا بد من الانتقال من هذه المرحلة اللي هي باش ما ندخلش في التفاصيل أشنو أنجز في هذه العشر سنوات من طرف المؤسسات مثلا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أو المؤسسات المشاركة كوزارة الثقافة كوزارة الإعلام كالجامعات كالدراسات اللي تخل هذا الشيء كله حصيلة لا بد من ترصيدها واستشراف المستقبل. هذا هو اللي نشتغل عليه ونشتغل معه في مع الشركاء. ومن بين هاد الشركاء هو الجيل الكوميونتي يعني الجالية المغربية المقيمة ببلدان المهجر والتي جزء من كبير منها يحمل هذه التعددية كيحملها في هولندا مثلا في بلجيكا كان هناك مكون مغربي لا بد له من أن يعني يسترصد مع المغاربة في المغرب هذه المكتسبات. كيف ذلك في مختلف المجالات؟ الأسئلة المطروحة هي ما هي ثقافة اللي هي هذا اللي عبر عليها صوف هذه الثقافة الأمازيغية الحاملة لهذه القيم واللي هي كتصنع صانعة الشخصية المغربية المتعددة عديدة المكونات العبقرية المغربية اللي دخل فيها عدة مكونات وفصل بها كيف قال جلالة الملك في خطاب ديال السعودية مارس أنها فصل بها كاين الهوية المتعددة في العربية الإسلامية وفيها واحد العدد ديال المكونات الصحراوية الحسانية وكذلك الجانب العبراني اليهودي إلى غيره ولكن فصل بهذه الثقافة بحكم التاريخ بحكم الجغرافيا بحكم الأركيولوجيا وكذلك بحكم الحضارة مكون في المكون الذي اللي هو في صلب هذه الثقافة هذه الهوية هو ماذا نحدد كيف نجعل من هذه الثقافة ماشي فقط من باب الاهتمام بها لأنها فيها الشعر فيها الغناء فيها التعبير اليومي فيها التعبير عن الشخصية التعبير عن الهوية فقط وهذا مهم جدا ولكن كيف تصبح رافد أولا لهذا الجيل هذا يعتز بهويته ويجعلها أداة لفرض سيه لفرض ذاته كيف في بين هذا ويعتز بالمكون يعني هذا الغناء يجعله مفخ يعني عنصر ديال المفخرة ويسبب له الاعتزاز ماشي تقهقر أو الاحتقار أو الدنيا أو يكون موضوع عنصرية ويردخ لذلك لا عنصر اعتزاز وعنصر لأنه كيف ذلك في عدة جوانب اللي هي بدأت في هذه العشر سنين هذا ولكن لا بد أن تتطور بين في مجال التعليم في مجال التكوين لا بد من الأجيال هن يتكونوا من الأساس ما يديروش الأخطاء ديال السابقين إن يتكون من الأساس في من المرحلة الابتدائية يعني تكون على هاد القيم اللي حاملها الثقافة ديالو مختلف كوناتها يتكون وتوجد له المؤسسات والدولة واحد المجالات اللي هذا الثقافة تكون فيها تكون عنصر للتنمية عنصر ماشي غير فقط لهذا يعني الحياة الكريمة ماشي غير بالإنجليزية ولا بالهولندية ولكن حتى باللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية في المغرب الآن يتم التكوين بالأمازيغية لأنها الإقبال على تكوين الأمازيغية أنها أصبحت اليوم من بين الأبواب التي يمكن الاشتغال بها ويمكن التنمية بها الانتقال من مثلا الدراسات اللي كاينه في المعهد والجامعة الانتقال من مرحلة جمع المتن والدراسات الأكاديمية إلى ربط الثقافة بالتنمية أي أن هذه الثقافة وهذه الفنون اللي حاملهم هذاك الفنان ماشي فقط للاعتزاز به ولكن تجعل منه موريد رزق هذاك الفنان يعني مثلا الموسيقي يكون عنده لي دغوا دوتور تكون عنده واحد تكون يعني يدخل المغرب وكذلك لا في المهجر ولا في الاقتصاد الثقافي في الثقافه ارتها التنميه انا اقول الشخصيه الثقافيه المغربيه الشخصيه الثقافيه المغربيه والان هنا لنتحدث في بعد الامازيغي هناك طرق مختلفه لتناول الموضوع هناك طريقة ما تسمى عند الباحثين بطريقة الانفعالية هناك قضية وهناك مجموعة ناس يشعرون بنوع من الحسرة وبالتالي نتناول الموضوع بطريقة اللي هي انفعال
هذه طريقة لا تفيد، وبالعكس فإنها طريقة تكسر حتى المجهود الذي يمكن أن نسير فيه. هناك طريقة أخرى لجأ إليها مجموعة من الأنثروبولوجيين الهولنديين. مجموعة من الأنثروبولوجيين الهولنديين وجدوا مشكلة في الجالية. نطلقوا من سؤال، السؤال يقول: ما علاقة المشاكل التي تطرحها شباب الجالية المغربية بالأصول؟ وبالتالي مجموعة منهم ذهبوا إلى المغرب أو اتصلوا بمغاربة هنا، فيهم اللي اتصل مع واحد كان صباغ له في المنزل في استجواب معه، آخر مع نجار في استجوابات، واستنتجوا قضايا اللي هي أن الشباب المغربي الذي يوجد في أنه المشكل أنه مرتبط بالأصل والأصل، وبالتالي أطالوا في هذه النظرية. إذن أعتقد بأن البعد الأنثروبولوجي في المقاربة كما يقوم به الهولنديين بالخصوص والأمريكيين وكل أنثروبولوجيين، ولكن بالخصوص نجده عند الهولنديين ونجده عند الأمريكيين وعند الإنجليز. أنا أظن ننطلق كمغاربة، كمغاربة يجمعنا مصير واحد، يجمعنا تاريخ واحد. ننطلق من الرؤية، وهنا مسؤولية ديال السياسيين. طبعا السياسي يجب أن تكون رؤية واضحة لدى الفاعل السياسي، للأحزاب يجب أن تكون عندهم رؤية واضحة في تنافسهم في برامجهم، رؤية تخطط لنا لمدة طويلة، وعلى الجميع أن ينخرط في هذه القضية. فلهذا أريد أنا أن أشير بعجالة إلى مفهوم التنوع، معنى أنه يجب أن ننطلق بأن أنا لا أحبذ فكرة الهوية لأنها تطرح قضايا كبيرة واستغلت سياسيا ولا زالت تستغل سياسيا. بالتالي أن الهوية إلى درجة أن أحد المؤلفين كتب كتاب لامبارا أو لامبارا دو ليدنتيتي، يعني أنه أن الكلام عن الهوية يطرح مشاكل. أنا أتحدث كيف يمكننا أن نفهم هذا التنوع الذي نفتخر به. هذا يتطلب منا الابتعاد عن الفعال، الابتعاد عن الإيديولوجي، الابتعاد عن السياسة الراهنة، تخطيط للمدى للمستقبل ديال الأجيال، للأطفال، لأطفالنا إلى آخره. كيف يمكن؟ يبدو لي أن التنوع في حد ذاته هو قوة ماشي ضعف، هو غنى وثروة. والأمثلة كثيرة على البلدان التي تعتمد التنوع وتحترم هذا التنوع وتعطي الكرامة لكل مكونات لهذا التنوع، معناه أنها تسير بعيدا. كيف نفهم التنوع داخل المغرب؟ أولا هناك تنوع طبيعي، تنوع جغرافي. المغرب هو مغارب، لا يمكن تحدث عن المغرب كما لو كان كتلة واحدة. المغرب في الريف، الريف لعب أدوار جد مهمة، أدوار في تاريخ المغرب منذ تحدث عن الكورت، نتحدث كثير عن الأركيولوجيا، عن الاكتشافات. بل أكثر من هذا، الريف كمنطقة طبيعية تتسم بحدة في الطوبوغرافيا بالانقسامات، أعطت نمط عيش محدد. والإنسان في الريف جاهد، وبالتالي أن شخصية الإنسان الريفي تتميز بنوع معين في علاقته، لأن طبيعة المنطقة التي يعيش فيها فرضت عليه هذا. ولكن إلى جانب هذا، من ناحية تاريخية الريف لعب أدوار جد مهمة. نركز دائما على القرن العشرين، نركز دائما عن الجمهورية، عن عبد الكريم الخطابي. أنا أظن بأن الريف هو أكبر بكثير، آلاف ملايين الزعماء لعبوا أدوار، و
ولكن لأن تاريخ المغرب لازال لم يكتب بما فيه الكفاية فإننا لا نعرف هذا. الريف كان دائما هو المجال الذي منه الانطلاق إلى أوروبا، وكان هو الواقي للمغرب من هذا النوع. إذن من جهة الريف له شخصيته، له هذه الشخصية وهذه الثقافة الريفية لها محددات، هذه المحددات تأتي من البعيد، لا يمكن أن نفهمها كريفي. أنا أقول بأنني لا، يجب أن يكون نوع من الدراسة، والمجتمعات التي لا تهتم بتاريخها لا يمكنها أن تتقدم، المجتمعات التي لا تفتخر بتاريخها لا يمكنها أن تتقدم. والافتخار بالتاريخ ليس معناه أنه التفرقة، افتخار بالتاريخ لأنه الشخصية المغربية شخصية كل واحد منا إلا وتكون جد مهمة لأنه عارف بما حصل. إذا ما أخذنا مثلا المناطق الأخرى، الجبال الأخرى، الأطلس الكبير، فهو كان يشكل حاجز أساسي، هو الذي كان يعطي من الناحية الطبيعية، أتحدث من الناحية الطبيعية، يعطي كل الأمطار للمناطق، وبالتالي حتى المعاش داخل هذه المنطقة فهو معاش مختلف، والناس يعيشون في جو، وبالتالي نمط العيش والظروف الظروف الطبيعية تفرض عليهم أن يتعاملوا مع هذا المحيط بنوع معين بطرق معينة، وهذه ثقافة، ثقافة مغربية لكنها تختلف عن ثقافات منطقة أخرى. كذلك إذا ما أردنا المنطقة السوس، ماشي صدفة أن المنطقة السوس وسوس بصفة عامة عنده الدور. هل تساءلنا يوما ما لماذا منطقة سوس أو سكان سوس اشتهروا بالتجارة؟ يعني ماشي جاية من فراغ. لننسى بأن سوس شكل دائما قبل الاكتشافات الجغرافية أنه كان المحطة الأساسية فيما يعرف بالتجارة عبر الصحراء الترانسصحارية، وبالتالي أن سوس والمناطق سوس والمدن سوس كانت تلعب أدوار مهمة، وداخل سوس كان تلاحم فيما بين الأمازيغ ديال سوس وبين اليهود المغاربة وبين القبائل العربية. فإذا هذا التلاحم وهذا الذي أعطى مع الأسف أن هذه الأمور لم تعطاها أهمية كبيرة، أن المنطقة سوس بنمطها بعيشها. وأنا جد سعيد ما قاله حينما تفكر المختار السوسي، حينما تفكر الزياني من الأطلس المتوسط أو مختار السوسي من سوس، عندما نتفكر مثلا في اليوسي كذلك، هذه رموز، هذه الرموز لم يسبق لها أن طرحت مشكل اللغة أو تطرحها باللغة. فأعتقد بأنهم كانوا على وعي أكثر باللحمة التي كانت تجمع المغاربة اللي هي الإسلام. فإذا الصحراء نفس الشيء، الأدوار التي لعبتها الصحراء في تاريخ المغرب، هذا من ناحية طبيعية أعطت أنماط معينة، تنوع، أعطى شخصيات، أعطى متنوعة، يجب أن نفتخر لا يجب أن نحتقر. ثم إذا ما رأينا مثلا حتى التنوع البشري، التاريخ البشري للمغرب، المغرب عرف منذ تاريخ ما قبل التاريخ، وكفي الأركيولوجيا ما هو معروف في المناطق الصحراوية، في المناطق ديال التافيلات وغيرها، في الريصاني وغيرها، هذه الاكتشافات اللي هي كاينه اللي جايه، ورجل الرباط اللي هو معروف تبين بان الانسان المغربي فهو يعود الى ملايين السنين. اكثر من هذا، المغرب لم يكن بلد منغلق، بل عرف ثقافات متعدده. جاء القرطاجيون، جاء الفينيقيون، جاء الرومان، جاء الاندلسيون، جاء الأوروبيون. هذا التلاقح هو الذي أعطانا المغربي الذي نراه اليوم، وهو الذي أعطانا المغرب المفاتيح، المغرب شخصية الإنسان المغربي مختلفة. فبالتالي أن هذا التنوع أعتقد اللي هو غنى وثروة، وسأنهي لأنه ربما أطلت، يمكن أن نقف قليلا عند الحياة في الواحة المغربية في الجنوب.
الكتابة الأوروبية والكتابة بصفة عامة يقولون البربري أبيض، ما كانش البربري أسود، ولكن هاد اللابوراتوار اللي هو ديال الواحة اللي فيه البربري أسود والبربري الأبيض والعربي الأبيض والعربي الأسود، فإذن هاد التلاقح اللي فيه تجمع في مساحة قليلة جدا هاد التكوين البشري، أعتقد بأن ما يمكن أن أختم به بأن الثقافة تجمعنا، هي متعددة، لكنها علينا أن نعي، وهنا مسؤولية ديال الناس، لأن أردد هذا وأقوله، الناس الفاعلين السياسيين يجب أن ينفتحوا وأن يعطوا للثقافة أهميتها، ويجب أن ينفتحوا على الجامعات، لأنه الإنسان السياسي ربما ما عندوش الوقت ليبحث لأنه عنده ظروف عنده هذاك، ولكن الانفتاح لتكوين ملفات ونقاش، وهذا النوع من النقاش أعتقد هو أهم ما يمكن يكون، ولهذا أشكر الإخوان اللي كانوا وراء هذا النقاش وشكرا للجميع. المبادرة اللي كيبان لي أنا المبادرة ديال تنظيم النقاش الفستيفال في حد ذاته حاجة مزيانة بزاف، لأن ما عندناش فيستيفالات بزاف فين واحد يمشي يزول شوية القنط، هذا دار قنط، ولكن ما عندناش، والأهم والأخطر هو أنه ما عندناش بلاتفورم ولا أماكن فين يمكن الواحد يتناقش مع الآخر، بحكم التجربة ديالي ولا البحث اللي كنديرو أنا في مجال التواصل والثقافة، كنشوف بأنه لا ثقافة بدون تواصل، يعني الثقافة في المفهوم ديالها البسيط كيفاش كيحدوها الناس هو واحد النظام مبني على علاقات اجتماعية كيخلق هذاك المجتمع باش يحل ولا باش بوغ ادمينستري باش يجيري باش يتحكم في العلاقات ديال المواطن مع الخارج مع الطبيعة إلى آخره ومع المواطن الآخر بكل بساطة. إلا قلنا هذا الشيء هذا ما يمكنناش ننساو بأنه غيدخل العامل السياسي بغينا ولا كرهنا، واخا ماشي سياسيين ولكن كاين العامل السياسي، لأن حتى هو كيحدد داك الفضاء وكيتدخل في داك الفضاء اللي كيربط المواطن مع المحيط الخارجي والمواطن مع المواطن، من هنا كيدخل كيوقع النقاش بزاف. عفوا اللي بغيت نقول، واحد مسؤول كبير في المجموعة الأوروبية ملي كان عندهم مشكل والدول بغات تخرج دول بغات تدخل، قال لهم واحد العبارة بسيطة بأنه المشكل الرئيسي اللي كتعاني به المجموعة الأوروبية اللي كتعاني منه هو مشكل ثقافي. أي واحد منا غادي يقول مشكل ربما أساسا غادي يكون مشكل اقتصادي ولا مشكل سياسي، لا مشكل ثقافي. علاش؟ لأن المواطن كآلة ولا كإنسان ولا كما بغى يكون لا بد ما عنده واحد 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 الرصيد كينطلق منه باش يفعل باش ينتج. إذا كان مواطن إيجابي في مجتمع معين راه هو إيجابي لأنه عنده تصور معين داك المجتمع فين عايش، وعنده واحد النوع ديال واحد التحديد ديال العلاقة اللي كتربطه مع المواطن الآخر. ناخذ مثلا القضية ديال العمل ونرجع للموضوع ديال الثقافة، القضية ديال الخدمة، كاين بزاف ديال المغاربة كنعرفهم كيقول لك أنا ملي كنمشي نخدم ما عنديش لقانا نخدم، كيمشي مسكين كيقرقب كيدير شي حاجة وكيمشي في حاله باش يشد داك الصالير. كنهضر معاه هولندي كيقول لك حنايا كنصنعوا صندوقات فاي ماكن، شي واحد الاخوان كيعرفوا هنايا الا هضرتي معاه هولندي كيقول لك في المعمل فاي ماكن هذه حنايا كنديروا. كتهضر معاه مغربي كيقول لك ودي انا خدام عند هذيك الشركه شنو كيديروا. هذه علاقه مهمه جدا باش نفهموا درجه الارتباط اللي كاينه ما بين المواطن وما بين المحيط ديالو. المواطن ديال هنا مغربي كيحس براسو دائما شويه معزول، ما يمكنلوش يفتخر، لان الا قلت انا راه هولندي بالمناسبه، ما كاينش واحد يعني على شبه نكته هولندي، عندي باسبور هولندي، ولكن الا قلتها الهولندي نتحداه نقول له انا هولندي سيدي ما بغيتش نكون مغربي، اول رد فعل غيكون الضحك، بغى يكون هولندي. علاش كاينه هذه القضيه هذه؟ علاش كاينه هذه القضيه هذه؟ لانه الاساس ديال الانسان حامل معاه واحد التراث معين، واللغه ديالو شويه مهرسه اكثر. انا اللي جاي من المغرب، انا مغربي بالدرجه الاولى هولندي في الباسبور باش نكونوا واضحين، وريفي بزاف مغربي بزاف، عاد المسائل الاخرى كتجي. اللي كاين في المساله ديال الثقافه كيف قلت لكم كتحدد العلاقه ديال الفرد مع المحيط ديالو. باش كنعانيو هنايا في هذه الدوله، الاستاذ قدوري كنعرفو غادي اكثر من 25 عام في مجال العلم والبحث الى اخره، الا هضرنا على الانثروبولوجيا ولا نهضروا على البحث العلمي على العموم،
واش كاين شي مركز وخا غير شعبه من غير المبادره اللي كانت في الثمانينات ديال الجامعات الهولنديه المغربيه كيديروا شويه ديال التبادل؟ واش كاين شي معهد بالضبط ايام الهولنديه المغربيه؟ ايام الهولنديه المغربيه وكانوا شي خرجوا شي كتبه الى اخره. كاين شي معهد هنايا ولا كاين شي مختصين في الثقافه واللغه الامازيغيه؟ عطيونا السميات نشوفوا. انا اللي كنعرف ما كاينش، ولكن نقدر نذكر مع كامل الاحترام للزملاء اللي خدامين في مراكز البحث اخرى اكميس في امستردام الى اخره، كنلقى مثلا اكثر من 60 متخصص في الشرق الاوسط، لان الورقه المهمه ورقه السياسه غادي نبيعوا ونشريوا مع السعوديه، غادي نديروا شي حوايج مع 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 قطر، هو دابا المشكل ديال هولندا اقتصادي مع السعوديه مشى كيجري، وتيمرمانس ديالنا هنا يلاه يدكم راه ماشي حنا اللي كنقولوا راه هاد المساخ تخرجوا لنا من الجنب، لان الديمقراطيه هاد الشيء اللي كدير. هاد القضيه هادي الا رجعنا للمواطن باش نتكلم على الثقافه الامازيغيه، المواطن الامازيغي انا ما عنديش الامازيغي اكسكلوزيف ما كنعرفوش، مازال ما تلاقيتوش، كنتلاقى امازيغي عنده الدارجه المغربيه، عنده شويه ديال العربيه، عنده شويه ديال الغرب الى اخره، ما كاينش هذيك ليزولاسيون بيور هذيك ما كنامنش بها، ما كايناش حتى ما كايناش حتى واقعي. ملي كنهضروا على هاد المجتمع، المسائل ديال التنظيم ديال البحث العلمي، لا جيستيون ديال البحث العلمي، ولا كنلقاو فراغ تام، كنلقاو ناس مهتمين بالبحث. شنو هاد المغاربه حضرت فيهم انا في شي جلسات ديال قال لك نشوفوا شنو عندنا مشكل ديال التطرف. طبيعة الحال مشكل كبير، مشكل ديال التطرف الديني، الناس اللي بغاو ولا الراديكاليزاسيون، ولا بغينا نهضروا مع الناس نشوفوا منين كيجي هذا المشكل هذا، لان طبيعه البحث العلمي ما يمكن لناش نديروا واحد السؤال وواحد نخليوه، كيتناول كيدخل في لي ديتاي اللي ناس اخرين كيرفضوه. لقينا باللي الناس باغيين يشوفوا شنو هما المؤشرات باش دغيا ملي نصيفطوا البوليس ولا نصيفطوا شي واحد برا دغيا يشوف لنا ودي هذاك السي محمد راه واقيلا عنده 5 سنتيم ديال اللحيه راه كتزاد سنتيمتر في السيمانه، راه هذا الشيء خطير، هذا الشيء راه غادي يدينا ليه. بكل مسؤوليه كنقول هذا الشيء، هذا ماشي غير نكته ولا اش كاين. كنعرفوا بان في الدراسات العلميه، دراسات اجتماعيه، سوسيو اجتماعيه، سوسيو نفسيه، اي واحد كيركز على العامل ديال 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 لارموني ديال الانسجام في الدار. كنعرفوا الدور ديال التربيه، كنعرفوا الدور ديال التكوين ديال المواطن باش يخرج لنا مواطن ايجابي اللي يكبر يعتز بنفسه ويكون مشارك في المجتمع، ما يمشيش يتكرفس على راسه، لان هاد الناس اللي كنهضروا عليهم وكنقسوهم المجرمين حتى هما موضوع بحث، موضوع ابحاث. انا معهد ديال الكريمينولوجي هنايا في امستردام مثلا، ولكن ما عندناش معهد ديال الدراسه ديال الثقافه ديال واش هذا احتقار مبني على 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 اساس علمي؟ ما كاينش، لانه حنا كنقراو هذا ديال الخدمه ديالنا. اذا منين جا هذا الشيء هذا؟ هذا كنسميه انا واحد النوع ديال العنصريه انستيتيسيونيل، المؤسساتيه، ما فيها حتى شي شخص مسؤول فيها، المؤسسه نفس المؤسسه ديال هوليوود اللي كتنتج قيام ديال المجتمع الامريكي باش يتباع له برودوي امريكان، هي نفس المؤسسه اللي كتنتج هنايا واحد الخطاب كتسميه خطاب ديال السي الا بغيتي الامازيغيه ديالك تهلا فيها. حنا ما قلنا لك والو، راه حنا في بلاد الحريه. واحد المغالطه كبيره ما غاديش يتسع لنا المجال باش نتحدثوا عليها، ولكن هذا الشيء كنقول على المجتمع الهولندي. المجتمع المغربي ولا مجتمع كبير باش نتكلموا عليه جوج دقائق، الحضور ديال ولا الدور ديال 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 المغرب كدوله بالمؤسسه ديالها بالسفاره ديالها الى اخره، كنظن انا يمكن يتقال عليه بانه جد متواضع ولا صغير. ما عرفتش واش لان ما عندناش، راه يلا بدينا عاد نتكلموا شويه في المغرب مع بعضياتنا والامازيغي العربي، ويعني الاختلافات بدينا دابا لحسن الحظ، لحسن الحظ كنقدروا نقولوا تقريبا كل شيء في المغرب. كنشوفوا الاعلام، كنشوفوا الانترنت الى اخره، ولكن كاين واحد النقص كبير فيما يتعلق بالانفتاح على الاخر، الاخر بدون شرط. يعني لو كنا كنتكلموا مغاربه ما بيناتنا كتجمعنا واحد الحاجه، هي اننا بغينا لو بياناتر ديال المواطن، بغينا لو بياناتر ديال الدوله، بغينا السلم. هاد القيم هادو ما فيهمش نقاش هادو، ولكن كيخص يكون ذاك الاخذ والرد في لي ديبا. كنشوفوا من الجانب الهولندي كاين تهميش كبير، كنشوفوا من الجانب ديال المغرب كاين تهميش الى حد الان. ما عرفتش اللي كنسمع انا مثلا غادي يكون، كنتمنى غادي يكون واحد المركز ثقافي في امستردام، ولكن كيوصلنا الخبر غير هكذا. كنتمنى يكون مكان فين غيتلاقى فيه الامازيغيه والدارجه والعربيه ويكثروا فيه لي ديبا. عندنا التلفازه، عندنا الثامنه وحتى الدوزيام كيديروا الامازيغيه الى اخره، ولكن واحد الحاجه كتخصنا هي التوظيف في ذاك المواطن، انفستيغ دون لو سيتويان باش هو بنفسه يدير،
ماشي حنا نقولوا له. هذا هو اللي كناخذنا مثلا، ماشي النقاش ديال اليوم ديال الاحزاب السياسيه والتكوين ديال المواطن، دائما كنتكلموا عنده بحال هو راه غير كيتلقى. غادي خصنا نقولوا ليه شنو الواقع، غادي يتلقى وغادي يكون مواطن صالح ويمشي ينتخب ويمشي في حاله. ما كنعطيوش لاسباس ولا المكان ولا المجال باش هو بنفسه يقدر ينتج، باش يضمن واحد الاستمرار، واحد الاكتور اكزاكتومون، باش يضمن واحد الاستمرار ديال هاد الثقافه وهاد اللغه. اذا يمكننا نقولوا بالثقافه الامازيغيه حتى واحد الثقافه المغربيه بطبيعه الحال. دابا غير حيت ندوى على الثقافه الامازيغيه نهضروا حتى على الجانب ديال 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 الدارجه مثلا. فين هو المكان ديال الدارجه؟ انا الدكتوراه ديالي درتها على الدارجه المغربيه، ما درتهاش على الامازيغيه. الدكتوراه السلك الثالث درتها على الامازيغيه في المغرب، ديال الدارجه درتها في جامعه نيمير. اين موقع الدارجه الى خرجنا من المغاربه بنفسهم اللي كيعطيو هذه القيمه للدارجه من خلال الانترنت ومن خلال المبادرات ديالهم الفنيه والى اخره؟ ما كاينش. الا قارنا مع المجموع مع الدوله التركيه، كنلقاو المواطن التركي مع كامل الاحترام الى درجه انه بزاف ديال المغاربه انا كنقول لك ما معاهم هضره، لان تقريبا هذا النقاش اللي عندنا في المغرب كنعتز به بكل بدون مجامله انه نقاش جد متقدم. انا كنتحدى اي شي واحد يدير صبعه على شي دوله في شمال افريقيا ولا في الشرق الاوسط ويقول لي راه تما نقدروا نديروا النقاش اللي كنديروا في المغرب. ما عندناش بكل 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 صراحه. هذه مساله ايجابيه خصنا نسطروا عليها. اذا هذا الغياب هذا خصنا نرجعوا للاصول ديالو. يمكن نتكلموا على المستوى السياسي، يمكن نتكلموا على المستوى العلمي، ولكن في الحقيقه في العمق ديالو هو انه هذاك المجال اللي كنزولوه للمواطن راه اللي قلت قبيله الراسيزم انستيتيوشنيل ولا العنصريه المؤسساتيه بدون هاد ليكسكلوزيون ديال لا بريفيرونس ديال انا كنفضل مثلا باش نمشي نهضر على مصر لان عندها ان شارم خلقو طبعا بحال الغرب. حتى المغرب ديالنا عنده دي شارم ماشي ان شارم كي قال الاستاذ بوسوف، ولكن تخلق هذاك من واحد ليماج ديال لورينتاليزم. ولينا كلنا كنشوفوا هذاك الجمل اللي كان في مصر، عندنا حتى حنا الاهرام اللي كاينين، عندنا حنا مسائل اخرى، عندنا غير مراكش طابوطي ديالها، راه الى درجه انه كتلقى الصوره ديال المغرب الرومانسيه عند الميريكان اكثر من 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 مجموع البلدان الاخرى. باش ما ندوزش هاد 10 دقائق لانه سي غيكون ديبا كنتمنى يكون. الحاله ديال الثقافة الأمازيغية أحسن من قبل، كملاحظ كمشارك أحسن بزاف من قبل، ولكن ما خصناش نشوفوا عندها مازال بزاف ديال الإخوان ولا الأخوات اللي مهتمين بهذا الشيء كيشوفوا عند الثقافة كأنها إما تكون أمازيغي وإما تكون عربي، وإما حتى بالنسبة للأمازيغي خص داك الشيء نحلوه شوية بالتدقيق. مثلا عندنا إخوان كيكتبوا باللهجة المحلية ديال الحسيمة ما يبغيش يكتب باللهجة المحلية ديال الناظور. عندنا اخوان حنا كندوزو بهاد التجارب كيكتبوا مثلا بالكتابه كنكتب انا ستوندار تقريبا الكتابه ديال شبذان، اللي جاي من المدينه ديال الناظور ما غاديش يقبل لان هذيك شويه الناظور هي لا فيل هي المركز. اذا المساله ديال ليدونتيتي والمساله ديال لاش كتنتمي ولا خصنا نتبعوها في جميع المستويات ديالها، وخصنا نامنوا بان هاد لا ديفيرسيتي وهاد التنوع راه ماشي مجامله. هذا هو هذا الشيء اللي كاين اللي غنقول انا ناكد عليه في ختام هذه المداخله هذه، هي انه اكثروا من النقاش. هذا الشيء اللي خلانا مهمومين بكل صراحه، خصنا نفتحوا مجالات النقاش مع جميع المؤسسات ومع المواطنين بيناتهم، المغاربه ديال هي والمغاربه ديالنا. وشكرا. ولكن بعض الاخوان منهم اذكر العمل الثقافي البطولي الاستثنائي اللي قاموا به هذه المجموعه ديال جمعية البحث والتبادل الثقافي، اللي عمل مؤسس ونموذجي ديال هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية انتبهت للحركية الجمعوية اللي نشطات حول مسألة التنوع الثقافي من ميثاق أكادير، الحركة الجمعوية في قضايا مختلفة نشطات في الثمانينات والتسعينات بالخصوص، وجزء كبير من المجتمع المدني الان مبني على المساله الثقافيه قبل ما يوليو هاد لي ديسك الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه يكونوا في مركز النقاشات ديال المجتمع المدني. كنظن اللحظه الثانيه كانت جمعويه بامتياز، واللحظه الثالثه هي اللي اشار لها قبل قليل السي مجاهد، اللي هي 2001 خطاب
ديال صاحب الجلاله في أجدير، ونشأت المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، وتما خضعت توجه المساله توضعت في اطار اخر اللي هو اطار النقاش العمومي الرسمي المؤسساتي وفي حق وفي قلب الحقل السياسي المغربي. هذه محطه ثالثه يمكن ملأت مده طويله، مع ما غاديش ندخل كاع في التفاصيل لان كاين تفاصيل كثيره، من ضمنها انه في نهايه 2000 كيشعر الملاحظ اللي متتبع التطورات المغربيه كيشعر بانه قضيه التعدديه الثقافيه خذت مكانتها وتوسخت، بان ولات عاديه بالنسبه للمناخ السابق ديال نهايه الستينات والسبعينات، يعني ولا عندها مضمون وترسخات في الواقع المغربي وما بقاتش كتبان كخطر، بل بالعكس كتبان بانه من علامات الصحه ديال الجسم المغربي، لانه قادر يستوعب الاختلافات والتمايزات والتنوع، والتنوع بكل ابعاده الى حدود 2011. وكان لي الحظ الكبير انني شاركت في صياغة الدستور وعشت النقاش اللي كان داخل اللجنة حول ترسيم الأمازيغية، كان نقاش في المذكرات اللي قدمتها الأحزاب البعض منها كان يرى بأن ما خصناش نتجاوزوا سقف اللغة وطنية، ولكن الرأي اللي ساد وغلب هو ديال بأنه ترسيم ماشي غير لغة وطنية بل لغة رسمية، واعتبر ذلك ونقدر نقول بأنه كان شيء بإجماع حول هذا التوجه. اللي كان عندهم تساؤلات كانوا كيوضعوها من ناحية التطبيق، إمكانية التطبيق، المشاكل اللي غتطرح في نظام التعليم، ملي غتطرح قضية ترسيم اللغة العربية كيفاش غادي ترسمها عمليا في الميدان وانت ما عندكش الامكانيات وغياخذ داك الشيء وقت. المهم الاختيار في النهايه كان ديال الترسيم بكل النتائج ديالو وبكل المنطق ديالو بكامله. هذه كنظن بانها مرحله مختلفه في التاريخ ديالي، التحقيق ديالي لتطور المناقشه حول التنوع الثقافي، محطه رابعه متميزه. دابا المشكل هو ديال ما بعد 2011، دستور 2011 الأجرة هنا اللي يجب أن ننتبه بأن قضية التنوع الثقافي خضات أبعاد أخرى، وخصنا نكون واعيين بالأبعاد ديالها والدينامية ديالها اللي كتجاوز من بادر اليها، كتجاوز كيولي التاريخ، كتولي الكلمه التاريخ والواقع والجدليات مختلفه اللي فاعله في مجتمعنا. فمع ذلك انا كنظن بانه الان انطلاقا من 2011 المحطه الخامسه اللي يمكن غتجي هي ديال تملك اوسع من طرف ماشي الامازيغيين فقط، المجتمع المغربي لهذا المكون الاساسي المحدد للهويه المغربيه من جهه تملك، وفي نفس الوقت كلحظه جديده في الاندماج الوطني. الاندماج الوطني يغتني يتصلب اكثر يتقوى بهذا الوضع الجديد بامكانه. ولهذا الانتباه ديالنا للنقاشات العموميه اللي كتجري الان حول اللغه الامازيغيه، ومثلا القانون التنظيمي اللي غادي يصدر حول اللغه الامازيغيه، هذا يعني استحقاق مهم بالنسبه لكل فعاليات المهتمين ماشي غير بالمساله الثقافيه بل بالكينونه المغربيه بالهويه المغربيه، مسألة أساسية وكتستدعي انتباهنا ومساهمتنا.